هناخد اليوم ان شاء الله تطبيق على المقاومة. سحب سلك فزاد طوله للضعف، كم تصبح مقاومة بعد السحب؟ كم تصبح مقاومته بعد السحب إلى مقاومته قبل السحب؟ هنفترض إن مساحة مقطع السلك A1 area، وأن طوله قبل السحب L1 مثلا. بعد السحب سيزداد طوله للضعف على حساب نقصان مساحة المقطع. فلو فرضنا زاد طوله للضعف فيصبح الطول الجديد 2L، وتصبح مساحة المقطع نص ما كانت عليه مساحة المقطع. تعال نشوف السبب. احنا عارفين ان الفوليوم الحجم بيساوي مساحة القاعدة اللي هي الاريا في الارتفاع، فإذا زاد الطول للضعف تقل فإن المساحة تقل للنصف، بحيث يبقى الفوليوم ثابت. وإذا زاد الطول 3 مرات فإن المساحة تقل للثلث لكي يبقى الفوليوم ثابت. إذن أي زيادة في الطول يصاحبها نقصان في مساحة المقطع بنفس المعدل ونفس النسبة. إذن مساحة مقطع الكبير نقدر نقول إذن L2 تساوي 2L1، الطول بعد السحب ضعف طوله قبل السحب، وأن مساحة مقطعه الجديدة اللي هي 2 بعد السحب تصبح نصف مساحة مقطعه قبل السحب. ممكن نتخلص من الاثنين مقام بضرب الطرفين في 2، فيصبح A1 هو اللي بيساوي 2A2. A1 ما تفرقش نحطها يمين شمال، ما بتفرقش معانا. يبقى مساحة المقطع الأول وقبل السحب يساوي ضعف مساحة المقطع بعد السحب. وتلاحظوا أمامك من الرسم إن مساحة مقطعه قبل السحب فعلا ضعف مساحته بعد السحب. ممكن نستفاد فقط بالمعطيات الأول والتاني اللي هو عبارة عن L2 بيساوي 2L1 و A1 بيساوي 2. بما أن النسبة بين مقاومة الجسم أو السلك قبل السحب إلى مقاومته بعد السحب اللون الأحمر يساوي، هنعوض عن R1 برو E1 في L1 على A1، ونعوض عن مساء عن مقاومة السلك اللي هو بعد السحب اللون الأحمر رو E2 في L2 على الاريا اللي هي المساحة التانية اللي بعد السحب. بما ان الـ A2 مقام المقام تطلع بسط، نمسحها كده يبقى شكل المعدل ظريف كده، نشيل A2 ونطلعها لأنها مقام المقام بسط تطلع فوق A2. وبما ان السلك لم يتغير ولكن تغير شكله فقط، ولكن مادته لا تتغير، اذا المقاومة النوعية هي نفس مقاومة النوعية، تعتمد على نوع المادة. اذا نبدأ نعوض عن L2 نشيلها. اذا شكل المعادلة الجديد هنشيل L2 ونحط قيمتها 2L1 في المقام تحت، وهنشيل A1 في المقام، A1 دي نشيلها ونعوض عنها بقيمتها 2A2. البسط يكتب كما هو L1 A2
نبدا نختصر. هنختصر ال L1 مع ال L1 وال A2 مع ال A2. اذا R1 على R2، R1 نسبة R1 إلى R2 يعني المقاومة قبل السحب، مقاومة السحب نسبة 1:4. طيب إذا المقاومة بعد السحب لو ضربنا الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى تصبح ال R2 اللي هي المقاومة بعد السحب هتساوي 4 مرات من المقاومة قبل السحب. يبقى المقاومة بعد السحب أكبر من المقاومة قبل السحب 4 مرات، لأن الطول زاد للضعف والمساحة قلت نصف. فمثلا لو في سلك مقاومته 10 أوم، فبعد السحب في هذه الحالة تصبح المقاومة 40 أوم، وهكذا. ندعو من الله أن تكون ربنا وفقكم واستفدتم من هذه الحلقة.